الاسباب ديال هذه الوقفه راه يمكن على علم المغرب كله كيعرفها، ديال واحد التطبيق كيخدم عشوائي ما عنده حتى شي سند قانوني كيخول ليه القانون باش يدير السيرو جولا على صعيد الملك. حنا هذا المشكل ديال التطبيقات هذه مده ديال تقريبا 6 سنوات وحنا كنحاربوا في هذه المسائل. انا بغيت نعرف غير الناس المسؤولين فينا هما، هاد الناس المسؤولين فينا هما؟ حنا كون عرفنا المقرات ديالهم كنا دخلنا معاهم للقضاء. حنا كنخدموا بواحد الهيبه ملكيه، الدائره 63.2 راه باين، حنا كنخدموا بكريمه مأدونيه، كنخلصوا ضرائب، كنخلصوا بالعاديه ديال المشاكل. هاد الناس ما عندهم حتى شي سند قانوني وما كيخلصوا حتى شي ريال، كيخبطوا الطوموبيل ديالهم كيطلعوا كيعيط لهم الزبون كيمشيو كيديو واحد المبالغ خياليه. حنا عندنا حنا كما كتشوف وعاد مع العلم دابا باش فاض ذاك الكاس وعمر بزاف، كتشوف واحد المجموعه ديال المؤسسات منهم هذه المؤسسه ديال دوزيم اللي دارت الاشهار ديال هذه الشركات الوهميه. بغيت نعرف المآل ديال هذه الشركات فينا هما، يعطونا غير ديالهم ندخلوا معاهم للقضاء. شنو هما المتطلبات؟ المتطلب ديالنا بيتحيدوا هذه الشركات ويردوا دوزيم طرد الاعتبار ديال هذا القطاع ديال المهنيين. دوزيم انا كنقول دوزيم طرد مع العلم دوزيم كيتخلصها جميع المواطن المغاربه كاملين. جينا مدينه الرباط ومازال ان شاء الله درنا وقفات مدينه الرباط ومازال ان شاء الله غادي ندوروا على صعيد المملكه باش يتحيد هذا التطبيق هذا على صعيد المملكه. وتحياتي للجميع. السلام عليكم، معكم رضوان عطيه الكاتب المحلي بمطار محمد الخامس. هذه الوقفه كما كتشوفوا احتجاجيه على ان هذه قناه رسميه وكتبت تطبيقات الغير القانونيه. كما كتعلموا كاين احتقان كبير في هذا الامر هذا ما بين في الدار البيضاء ومدينه الرباط، ولحد الساعه كنشوفوا الاخوان ديال مدينه الرباط تحقوا بهذه الوقفه هذه باش يحتجوا على قناه رسميه على انها تبت واحد النقل غير مرخص وغير قانوني وما كاينش كاع بتاتا في القانون. فمن حقهم ان نحتجوا عليهم كفاعلين مهنيين حيين كيدافعوا على المهنه ديالهم. كيف ما كتشوفوا هذا تنظيم هذه الوقفه الانذاريه اللي هي تعبير على سخط ديالنا والغضب ديالنا لهذ السلوكات اللي قامت بها القناه الثانيه. اختارينا نديروه في هذا المساء نظرا ل مراعاه المواطنين مراعاه يعني الناس باش ما تتعطلش على الاعمال ديالهم. داك الشيء علاش اخترنا هذا الوقت في الليل. مره اخرى ان شاء الله راه غادي الى تكررت هذه السلوكات اخرى راه حنا غنتوجهوا لولايه الجهه باش تكونوا واقعيين. غادي نحطوا البلاغ ديالنا كيف ما كتشير راه حطينا البلاغ، حطينا وزاره الداخليه وحطينا وزاره كذلك السمع البصري وحطينا كذلك المنبر ديال دوزام وحطينا كذلك لولايه الجهه باش يكونوا عمليين ويكونوا قانونيين ويكونوا اداريين في هذا الاطار هذا. درنا هذه الشراره ديال النضال الوقفه الاحتجاجيه مع الاخوان ديالنا. المرحله الثانيه ان شاء الله حنا غادي نقوموا ان شاء الله مباشره لولايه الجهه، هي وصيه على القطاع وصيه على الجميع المشاكل هذه. بعد ما صيفطنا المراسله للقناه الثانيه بطبيعه الحال تسنينا الرد ديالنا بعد ما خدينا الوصل ديال التوصل ديالهم، تسنينا الرد ديال 24 ساعه ما جاوبوناش 48 ساعه ما جاوبوناش. في طبيعه الحال المراسله درنا باننا الى ما جاوبوناش رحنا غادي نخرجوا نديروا واحد الوقفه يعني احتجاجيه معبره على الغضب ديالنا، واخترنا نديروها بالليل باش ما نضروا لا المواطنين ولا الماره ولا اي واحد في الليل. اذا المرحله الجايه ان شاء الله رحنا واقفين ومستعدين قواعد ربما مضاعف على القاعده اللي شفتوا اليوم، تقريبا كاين واحد 260 سياره حتى 300 سياره كاين هنا. المره الجايه ان شاء الله غادي نعبئوا الاخوان ديالنا في الصعيد الوطني، كلشي غادي نهبطوا وتكون وقفه وطنيه ان شاء الله اللي غادي نوصلوا بها الصوت ديالنا ونوصلوا المعاناه ديالنا كمهنيين كساكن سيت اجره. كتعرفوا بان الظروف اللي كنعيشوها ظروف هذه الايام هذه ظروف شويه قاسيه بالنسبه للطرقات اللي كنشوفوها اليوم اكتظاظ الطرقات، بالتالي هذا الزياده في المحروقات اللي ضرت الجيوب ديال المهنيين، وبالتالي كذلك زياده الاسعار، هادشي كله كيتكب في خانه وحده المهني، وهذا ضار على المهني. كتشوف المهني ما عنده لا تغطيه صحيه لا حتى شي حاجه. سبب واحد ورئيسي وهو ان هذه القناه الثانيه التي تمول من المال العام تساهم اليوم في شرعنه النقل السري. كيفاش هذا النقل السري؟ انا اليوم كتبت وصله اشهاريه لواحد التطبيق غير قانوني، وسبق لوزارة الداخلية أنها أصدرت بلاغ في الموضوع، وسبق للسيد ولي جهة أنه تابع كل التطبيقات الغير قانونية أمام السيد وكيل جلالة الملك. اليوم هذه القناة الثانية تبث وصلة إشهارية وتريد بث هذا المساء، علاش هذه الوقفة بالضبط وفي هذا التوقيت هذا؟ لأنها تتزامن مع برنامج من خلاله بغات تبين للمشاهد المغربي والمشاهد اللي خارج أرض الوطن أن هناك تاكسي عصري وهناك تاكسي تقليدي، وهذا أمر كيضرب القطاع وكيضرب المنتسبين وكيضرب حتى القوانين المنظمة ديال البلاد، لأن القطاع هو منظم بظاهر وبظواهر
ضوابط كتسنها السلطات المحليه وفيه دوريات وفيه رخصه ثقه وفيه فيه تامين خاص به. اليوم القناه تساهم في هذا الموضوع هذا. حنا كمنظمه ديمقراطيه للنقل واللوجيستيك راسلنا يعني القناه الثانيه، راسلنا كل المسؤولين بما فيها الوزاره من اجل اولا سحب هاد الوصله الاشاريه وتاجيل بث البرنامج. حنا ما قلناش لهم ما دخلناش لهم في البرمجه ديالهم، قلنا لهم اجلوا حين فتح حوار ومعرفه الاسباب الحقيقيه للاحتجاج ديالنا. سبق لي مجموعه ديال الوسائل الاعلام السمعي البصري انها بثت هذه الوصلات الاشاريه، واحد الوسيله من وسائل الاعلام السمعي انها سحبت يعني هذه الوصله الاشاريه واعتذرت لعموم المهنيين والسائقين المهنيين لانها لم تكن على درايه بان هذا التطبيق هو غير قانوني اللي كيعتمد على سيارات خاصه وكيعتمد على يعني على التطبيقات السريعه الفوريه داخل يعني بالهواتف. هذا التطبيق هذا اليوم كيجتاح المغرب كامل، مدينه الرباط، فاس، كل مدن، ونازل بالقوه النفوذ ديال المال من اجل ان كل وسائل الاعلام انها تثبت الوسائل الاشاريه من اجل التغليط يعني الراي العام الوطني، وان باش الناس يبداو يعتمدوا على التطبيق اللي هو غير قانوني ولا يمثل القطع سيارات الاجره بصله. انا ما غندخلش في الاثمنه لان انا كنتكلم على نقل سري، كنتكلم على شي حاجه غير قانونيه، علاش غنناقش بعدا اصلا التامينه ديال هو نقل سري، نقل غير مرخص لهنا غير قانوني، كيدخل في خانه نقل. ماشي ما عندناش متطلبات. اولا كنطالبوا من القناه الثانيه انها تسحب هاد الوصله الاشاريه وتاجل هذا البرنامج، وكذلك تعتذر العموم المهنيين لان هذا قطب عمومي يمولوا من المال العام ديال كل يساهم في تمويل هذه القناه، لا القناه الاولى ولا القناه الثانيه. خص الراي العام يعرف هذا الموضوع. هذه ماشي جريده الكترونيه او جريده ورقيه، هذه قطب عمومي رسمي ديال المملكه المغربيه يساهم في خرق القانون ويضرب الظهير الشريف 63 بعرض الحائط.